أنا شاعر أن وفاة الدكتور طنطاوي خسارة كثيرة ما نعرفش نالك، وكمان يزيد هذه الخسارة أنه مش هيكون عندنا جثمان في مصر نقدر نزوره والناس يروحوا يتبركوا منه، فده حكم الله ومش هنقدر نعمل أزيد من كده. ربنا يعطيه رحمة أمامه في اليوم الأخير ويعزي أسرته ويعزي شعبه ويعزي كل الشيوخ اللي في البلد. كلمة بتصف فيها قداستك، مشوار قداستك مع فضيلة الإمام في حب وتآخي لرفعة نصران الحبيب. أنا في الحقيقة كانت لي صداقة معاه من ساعة ما كان المفتي قبل ما يبقى شيخ الأزهر، وفضلت العلاقة بيننا وبين بعض في منتهى القوة والعمق، لدرجة في أمور كان يتفاهم فيها معاه وأنا أتفاهم معاه، ولابد نصل إلى رأي واحد قبل ما نعلن أمام الجماهير. عشان كده كنا في حالة أخوة وصداقة مش مجرد علاقة رسمية أبدا أبدا. فضلتك تفضلت وقمت بالسلام على البابا قداسة البابا شنودة بعد عودته من رحلته العلاجية اللي أخذت 3 شهور، ويمكن ده يعني مشاعر يعني طيبة. أنا عايز حضرتك تقول لي كيف تنظر إلى هذه المسألة، كيف تنظر بين العلاقة بين فضيلتك وبين قداسة البابا شنودة؟ العلاقة بيني وبين قداسة البابا شنودة علاقة أخوة إنسانية، وأنا دايما أقول الناس جميعا إخوة في الإنسانية. وفضلا عن هذه العلاقة الإنسانية، فالبابا شنودة رجل حكيم عاقل يحب بلده، وأنا مثله كذلك أحب بلدي، ونتعارف سويا من أجل خدمة مصر، من أجل أن نكون جميعا كالبنيان المرصوص في محبة بلدنا. وأنا دائما أقول كل من يحمل الجنسية المصرية يتساوى في الحقوق والواجبات، لا فرق بين مسلم ومسيحي في الحقوق والواجبات. المسلم بيدفع الضرائب والمسيحي بيدفع الضرائب، المسلم بيدخل الجيش في سن معينة والمسيحي مثله بيدخل الجيش في سن معينة. فما يتعلق بالحقوق والواجبات اللي بنسميها المواطنة الكل يتساوى. محبتي لقداسة البابا شنودة ومحبة برضو قداسة البابا شنودة لي لأننا إخوة في الإنسانية وإخوة في الوطن ونعيش سويا ونتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وهذا ينفعنا جميعا. هذا ينفعنا جميعا. عندما أنا لا أفرق بين مسلم ومسيحي في الحقوق والواجبات، والمسيحي أيضا لا يفرق بينه وبين المسلم في الحقوق والواجبات، مصر تتقدم وتنمو ويزيد فيها الرخاء. وبدل أخي المسيحي في الإنسانية ما يخرج في الخارج فيقول كلمة سيئة عني، طيب ما أنا بلاش من هذا، ما نتعامل معاملة حسنة، وبحيث أنه أنا لما أخرج إلى الخارج أقول نحن في مصر إخوة متحابين ونتعامل بالمساواة، والمسيحي أيضا يقول ذلك، نحن في مصر إخوة متحابين وبنتعامل بالمساواة في الحقوق وفي الواجبات. ويبقى في هذه الحالة نقطع ألسنة الخائنين. ألسنة الخائنين هي دي المشكلة. طيب دايما بيحصل إيه يا حضرة الإمام وحضرتك عارف؟ انه تبدأ المسألة بانه كما لو كان بعض الاطراف من هنا او هناك يبدأ في يعني ما يتصوره صحة هذا الدين او ذاك،
وفي الكلام في التفاصيل وكل الأمور اللي ممكن تكون متعلقة بهذا الدين أو ذلك. هل هذا يصح؟ لا. أمال إيه اللي يصح؟ نحن عندنا مبدأ هنا في الأزهر نتحاور مع ملل مختلفة، وأنا شخصيا عندما نجتمع بمن هم من خارج مصر من الطوائف المتعددة نقول لهم شوف الحوار يجب أن يكون حول الأمور العامة، نصرة المظلوم، مساعدة المحتاج، مساعدة المظلومين. أما الحوار إنك أنت تقول لي أنت مسلم على باطل وأنا نقول لك أنت مسيحي على باطل، لا، ده حوار عقيم. ليه؟ لأنه لا فائدة فيه، لا هو هيحولني من مسلم إلى مسيحي ولا أنا هنحوله من مسيحي إلى مسلم. ده العقائد لا تباع ولا تشترى. في ناس يعني بيتكلموا ان في عمليات ما يطلق عليه من جانب المسيحيين على عمليات بالأسلمة وكذا، وفي الجانب الاخر ايضا هناك من يتكلم عن التنصير. اخي ما هو ان كان بتتكلم عن اللي بيدخلوا في الاسلام انا اجيب لك انه من في السنة الواحدة من اكثر من 90 دولة من اوروبا ومن اسيا بيأتوا الى هنا بيدخلوا في الاسلام. العقائد بالعكس، لا محدش يجيني انا هنا الا اللي بيعرف. انا عارف اصول الناس بتبقى بعض الناس بتحس ان دي مساله يجب الوقوف امامها وكذا، وانه يعني انا بس هل الاسلام بيقول لي هنقف وماذا؟ اذا قال القران الكريم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغاي، فانا في هذه الحاله هنقدر نخالف هذه الايه الكريمه؟ انا بنقول لسيادتك بكل صراحه ووضوح العقائد لا تباع ولا تشترى، والاختلاف في العقائد لا يمنع من التعاون. الاختلاف في العقائد لا يمنع من التعاون، والذي يحاسب على العقائد هو الله.